الأخوة والأخوات، هذا تسجيل جديد أحاول من خلاله متابعة من قطع من حديث وتسليط الضوء على التطورات الجديدة في القرن الأفريقي. في هذه الحلقة نريد أن نقترب أكثر لفهم أسباب ودوافع الحرب في التجراي. ما الذي دفع أبي أحمد لإعلان الحرب على جبهة التجراي؟ هل بالفعل أراد إعادة بسط سيادة القانون كما تقول الرواية الرسمية في إثيوبيا؟ إذا كان الأمر كذلك، فلماذا استعان بقوة أجنبية من نظام معروف بعدائه لجبهة التجراي؟ بل السؤال هو لماذا استعان بميليشيات من إقليم الأمهرة؟ يعني إذا كنت تريد أن تفرض هيبة القانون، كيف تستعين بميليشيات؟ والسؤال الأخير، ما هي الأطراف الرئيسية في هذه الحرب؟ ما الذي يجمع بينها، أي بين هذه الأطراف التي شاركت في الحرب على التجراي؟ لمعرفة هذه الأطراف دعوني أستعرض لكم التصريحات التالية. الأولى لمسؤول في الأمم المتحدة، والثانية لوزير خارجية الولايات المتحدة. منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة مارك لوكو في جلسة أمام مجلس الأمن الدولي قال: صار واضحا للجميع أن القوات الإريترية تنشط بجميع أنحاء إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا. هناك تقارير موثوقة تفيد بأن هذه القوات مسؤولة عن ارتكاب فظائع بتلك المنطقة. وأضاف: يتعين على قوات الدفاع الإريترية الانسحاب من إثيوبيا، ولا ينبغي أن يسمح لها بمواصلة حملة التدمير قبل مقادرتها. أما التصريح الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية فيدعو إلى انسحاب فوري للقوات الإريترية وقوات الأمهرة من تيغراي، وإعلان كل أطراف النزاع وقف الأعمال العدائية. يتبين لنا من هذا الاستعراض أن الأطراف الرئيسية في حرب تيغراي هي الجيش الفيدرالي الإثيوبي، ولا أحد ينازع في هذا، والقوات الإريترية وميليشيات الأمهرة. هذه هي الأطراف الثلاثة المشاركة في حرب التجراي. جيش الإريتري، أو بلا صح جيش أفورقي، لأنه صاحب السلطة المطلقة في البلاد، فلا وجود لبرلمان أو مجلس وزراء يمكن أن يدفي الشرعية على مشاركة جيش في بلد أجنبي. على العموم، الحديث حول طبيعة الجيش الإريتري نتركه ليوم آخر. ما يهمنا في هذه الحلقة هو الإجابة على هذا السؤال: ما الذي يجمع بين أبي أحمد وقوات الأمهرة وجيش أفورقي؟ لماذا شاركوا في الحرب، وما الذي يجمع بينهم؟ هذا هو السؤال الأساسي. تقول الرواية الإثيوبية الرسمية إن رئيس الوزراء أبي أحمد قرر شن عملية إنفاذ القانون بعد استيلاء جبهة التجراي على قاعدة عسكرية في شمال البلاد. طيب، لو أخذنا بهذه الرواية، وهي رواية تعتمد بشكل أساسي على اللحظات الأخيرة التي تفجرت فيها الأوضاع بين الطرفين، وتنسى ذكر الأسباب التي أوصلت الأمور إلى هذا المستوى. طيب، ولو أخذنا بهذه الرواية على علاتها، يبقى السؤال مع ذلك: ما علاقات ميليشيات الأمهرة والقوات الإريترية بعملية إنفاذ القانون في إقليم التجراي؟ كيف تطلب
تدخل ميليشيات وقوات أجنبية كالقوات الإريترية، وأنت تزعم بأنك تريد إعادة بسط هيبة القانون. هذا يدفعني للعودة للسؤال السابق، ما الجامع المشترك بين الأطراف الثلاثة، أي أبي أحمد ونخب الأمهرة وأفورقي؟ في اعتقادي هناك مسألة واحدة تجمع هذه الأطراف، أي هذه الأطراف الثلاثة يجتمعون على موقفهم السلبي من النظام الفيدرالي الذي دشنته جبهة التجراي عندما وصلت إلى السلطة، عندما سقط نظام منغستو هايلي ماريام في عام 1991، أنشأت الأحزاب المنتصرة في الحرب وفي مقدمتهم جبهة التجراي حكومة مؤقتة وبرلمانا وطنيا يكفل الحقوق لجميع العراق. وبعد مداولات وحوارات كثيرة بدأتها الجبهة الثورية الديمقراطية لشعوب إثيوبيا، توسلت الأحزاب السياسية إلى اعتماد الفيدرالية العرقية أو ما يعرف بـ Ethnic Based Federalism، أي جعله أساساً للحكم في إثيوبيا بما يتيح الحكم الذاتي لكل مجموعة عرقية بما في ذلك تداول لغاتها وتقاليدها داخل الأقاليم. وفي النهاية توجت تلك الحوارات بتصديق البرلمان على الدستور في عام 1995، الذي جرى من خلاله التشريع لنظام فيدرالي لا مركزي في البلاد. سأتناول لاحقا محاسن ومساوئ النظام الفيدرالي بل ومسوقات طرحه، أي الأسباب التي دفعت الناس في إثيوبيا لتبنيه. لكن قبل ذلك دعوني أستعرض مواقف كل من أبي أحمد ونخب الأمهرة وسياسة أفورقي نحو النظام الفيدرالي. أيضا أستعرض لكم لماذا أعتقد أن هذا الأمر ضمن أسباب أخرى هو السبب الرئيسي وراء الحرب الأخيرة في تجراي. لنبدأ بأبي أحمد. كما تعرفون وصل إلى السلطة في عام 2018 في عقاب الاحتجاجات الشعبية التي أجبرت هايلي ماريام ديسالين على الاستقالة من رئاسة الوزراء. من الناحية العرقية تعود أصول أبي أحمد من جهة الأب إلى عرقية الأورومو، ومن جهة الأم تعود إلى عرقية الأمهرة. أما من الناحية السياسية فقد التحق أبي أحمد منذ وقت مبكر بالحزب الديمقراطي لشعب الأورومو أو رومو ديمقراطيك بارتي، ما يعرف اختصارا بODB، وهو أحد أحزاب ائتلاف تحالف الجبهة الثورية الديمقراطية لشعوب إثيوبيا الذي صار سابقا طبعا. وكما تعلمون ائتلاف الجبهة الثورية هو ائتلاف حكم إثيوبيا لما يزيد عن العقدين، أي منذ عام 1991 إلى 2018. التحق أبي أحمد رسميا بقوات الدفاع الوطني الأسبية أي الجيش عام 1991 في وحدة المخابرات والاتصالات العسكرية، وتدرج بها حتى وصل لرتبة عقيد عام 2007. ثم دخل أبي أحمد العمل السياسي الرسمي في عام 2008. الخلاصة التي أريد الوصول إليها من خلال استعراض هذه الشذرات من سيرة أبي أحمد هو أنه يعتبر
الابن الشرعي لحكومة الجبهة الثورية الديمقراطية وجبهة التجراية على وجه الخصوص. فكما يعلم الجميع لم يكن من الميسور أبدا أن يترقى المرء في وظائف أمنية كما حصل لأبي أحمد دون أن يحظى بتأييد ودعم التجراي. فجبهة التجراي كانت تتحكم في جميع مفاصل الحكم خصوصا في قطاعي الجيش والأمن. ليس ذلك فحسب، بل أن الوطنيين الأروميين كانوا يعتبرون الحزب الديمقراطي لشعب الأرومو الذي ينتمي إليه أبي أحمد صنيعة جبهة التجراي، وتم إنشاؤه في التسعينات لدرب جبهة تحرير الأرومو، الأرومو ليبريشن فرونت، الحزب الأرومي الأقدم والأعرق في النضال. وفي هذا الخصوص يعني تأكيدا لهذه النقطة يعني أذكركم بتصريحات مناضل أرومي يدعى لينشو ليتا بحق الحزب الديمقراطي لشعب الأرومو. لينشو ليتا هو زعيم أرومي وأحد الشخصيات الرئيسية التي تولت سياقة ميثاق الدستور الذي تم إعداده في عام 1991، ولعب دورا مؤثرا للغاية في سياقة خريطة أسوبيا وإرساء حقوق القوميات خاصة حقوق قومية الأورومو. كما تعلمون ليتشا اختلف مع الائتلاف وانتقد دور جبهة التجراي في تأسيس الحزب الديمقراطي لشعب الأورومو، واسفا إياه بالارتهان لجبهة التجراي وأن إدارته لمناطق الأورومو تجعل الشعب الأرومي وكأنهم رهائن لحزب مرهون أصلا للجبهة. يقول التصريح باللغة الإنجليزية أحد الباحثين يذكرنا بما قاله ليتشا: He described the OPDO as prisoner of TPLF and that OPDO administration of the Oromo area is making the Oromo people into prisoner of prisoners. أي يعني يجعلهم رهينة للرهائن. رغم كل ما سبق، فحينما وصل أبي أحمد إلى السلطة بدأ باستهداف جميع العناصر التابعة للتجراي في إدارات الدولة المختلفة، إما عن طريق إقصائهم من الوظائف الكبيرة في الجيش والأمن أو باستهدافهم بتهم الفساد. المشكلة ليست في هذه الخطوات، لأنه يمكن اعتبار هذه الخطوات بمثابة محاولة من أبي أحمد لتعزيز سلطته، إنما المشكلة في تقديري أنه بدأ ينتقد تجربة الحكم الفدرالي معتبرا إياه سبب مشكلات أسوبيا، وبالتالي يعتبر تراجعه عن نموذج الحكم الفدرالي السبب الرئيسي وراء اختلاف عديد من القادة الأروميين معه، وبصورة خاصة جوهر محمد ومجموعة من الأروميين. لم يتراجع عن نموذج الدولة الفدرالية فحسب، بل بدأ أبي أحمد يقرب عناصر من نخب الأمهر التي عملت في الأنظمة السابقة، نظام مونغستو، نظام هايلي سلاسي. ولا ننسى في هذا الإطار قيام رئيس الوزراء الأسوبي ومجموعة من القادة الأفارقة المشاركين في أعمال القمة 30 للاتحاد الأفريقي بتدشين مصب تذكاري للإمبراطور هايلي سلاسي أمام مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. وقد سبقت هذا التدشين محاولات كثيرة تهدف إحياء أمجاد ملوك أسوبيا السابقين، خصوصا إرث الإمبراطور هايلي سلاسي وتسويره كقائد عظيم. لن أعلق بالطبع على مسألة إحياء تراث الملوك السابقين، فالجميع يعرف سجل المآسي التي ارتكبوها بحق القوميات الأسوبية، وهم
يعني بطبيعة الحال لا يحزون بالقبول من جميع العراق في أثيوبيا، فهناك من يعتبرهم مصدرا لاضطهادهم ومعاناتهم. ما يهمني في هذا المقام هو طرح هذا السؤال: ما هي أسباب تراجع أبي أحمد عن مشروع الفيدرالية، ولماذا اختار التحالف مع نخب الأمارة؟ الإجابة نجدها في واحدة من تصريحات أبي أحمد نفسه. شاهدوا هذا الفيديو الذي يحكي فيه أبي أحمد نبوءة والدته التي تنبأت له بشأن عظيم. بصفات عمتي الناتي سباتين يو يتوبيا نقوس أنتن عالجي بصفات عمتي إيها دقنا لك منامنا لك بك عمرو يغاق قرر أني نقوس نيه القزي إلا من تريد تيدو تمامي تقرأ لم يكن نقوس مونين إنا ما نبو مروت أو منامنا ملو نقص النايمة تقرأ لم يكن. التصريح باللغة الأمهرية ويمكن ترجمته على النحو التالي: حينما كنت في السابعة من العمر أخبرتني والدتي بأنني سأصبح الملك السابع لأثيوبيا. لم أكن حينها أعرف الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الأثيوبية، لكن أثر هذه النبوءة استقر في خاطري لدرجة أن كل ما أقرأه وأفكر فيه كان يتمحور حول هذه النبوة فقط. كل شيء فعلته كان يدور حول مملكتي تلك. فكما تلاحظون يعترف أبي أحمد عبر هذا التصريح بأن الدافع وراء كل ما يقوم به هو تحقيق حلمه أن, أن, أن يصبح الملك السابع لأثيوبيا. فليس بمستغرب إذن أن ينتقد النظام الفيدرالي ويتراجع عن تطبيقه، بل ويدخل في معركة كسر عزم جبهة التجراي من أجل تحقيق هذا الحلم. وسبب في تقديري بسيط: فجبهة التجراي هي القوة الأكثر منعة بين الأحزاب السياسية التي تستطيع أن تقف في وجهه. لم يكن مستغربا أيضا أن تكون نخب الأمهرة المجموعة الأكثر تماهيا مع توجهات أبي أحمد، ببساطة لأن إلقاء النظام الفيدرالي والعودة إلى النظام المركزي السابق يتيح لها استعادة مكانتها ومكتسباتها في العهود السابقة. فكما يعلم الجميع حكمت نخب الأمهرة أثيوبيا لقرون مديدة عبر نظام مركزي مطلق تهيمن عليه هذه النخب في أثيوبيا. فكما يعلم الجميع حكمت نخب الأمهرة أثيوبيا لقرون مديدة عبر نظام حكم يقوم على مركزية مطلقة فرضت خلالها لغتها وثقافتها على شعوب أثيوبيا المختلفة. الجدير بالذكر هنا أن أبي أحمد لتحقيق طموح إعادة الدولة المركزية هذه كان قد أعلن في أواخر نوفمبر من عام 2019 تشكيل حزب الازدهار ليكون بديلا عن ائتلاف الجبهة الثورية الديمقراطية. بحسب الأدبيات المنشورة يستند الحزب الجديد من الناحية النظرية على الأفكار التي بشر بها أبي أحمد المعروفة بمدمر أو بالأمهرية مدمر. أما من الناحية العملية فتقوم فكرة الحزب على دمج الأحزاب الأربعة الرئيسية التي قام عليها الائتلاف السابق في حزب واحد جديد يتجاوز الأعراق. وافقت على هذا المشروع ثلاث أحزاب، وهي الحزب الديمقراطي لشعوب الأورومو التي يتولى رئاستها بأحمد، وحركة الأمهرة الديمقراطية
والجبهة الديمقراطية للشعوب جنوب إثيوبيا. بطبيعة الحال الجبهة الشعبية لتحرير التجراي رفضت الانضمام إلى الحزب الجديد، وهناك أيضا شخصيات بارزة ناهدت هذا التوجه الجديد، وأبرزهم وزير الدفاع السابق ليما ميغارسا وجوهر محمد ومجموعة أخرى من الأحزاب الأثيوبية التي تنافح عن مشروع الفيدرالية في أثيوبيا. الأوروميون الذين وصل بفضلهم أبي أحمد إلى السلطة كذلك يعارضون هذه الفلسفة وينتقدون سياسات أبي أحمد، ويرون أنه لم يلبي مطالبهم ولم يعالج مشكلاتهم ومظالمهم التاريخية. فضلا عن ذلك هناك إشكالية قانونية وعملية بانتظار هذا الحزب الجديد، أي كيف سيتم تمثيل واستيعاب مختلف الأعراق، وما شكل المرجعيات الدستورية، كيف ستتم معالجة المظالم والحقوق القومية للجماعات. هنا سأستعرض لكم فقرات من مقالين مهمين يتناولان أفكار أبي أحمد المتصلة بالحكم، وكيف يعني حتى نفهم كيف يفكر ولماذا يعني يلجأ إلى فكرة هذا الحزب الجديد. المقال الأول كتبه ريني ليفور الباحث الفرنسي المتخصص في الدراسات الأثيوبية. يلخص ريني تصور أبي أحمد للحكم بالقول إن أبي أحمد يؤمن بتجاوز البلاد انقساماتها العرقية من خلال التحام الجميع بالتدريج حول مجموعة من القيم الأخلاقية الجامعة مثل الحب والتسامح والتصالح. هذا الكلام جميل ومثالي طبعا، أن يتجاوز الناس القضايا العرقية، لكنه لا يأخذ في الاعتبار الحقائق الموضوعية الموجودة على أرض الواقع. يعني هناك أعراق وهناك مشكلات بينهم، ولهذا يصف ريني ليفور سياسات أبي أحمد بكونها لا تقوم لا على هياكل الحكم المعروفة أو تجارب التاريخ السابقة ولا على المؤسسات أو ولا على المؤسساتية. ببساطة لأن الحق يقول أبي أحمد معنا، وبالتالي لا أحد بمقدوره أن يقف في طريقنا، لأن إله أثيوبيا سيساعدنا. ويضيف الباحث الفرنسي بأن المصادر التي تحدث إليها أخبرته بأن أبي أحمد يعتقد أن الرب هو الذي أرسله لمهمة إنقاذ أثيوبيا، وأنه هو الوحيد القادر على إنقاذ أثيوبيا، وأنه سيفوز في نهاية الأمر ما دام مشيئته موجهة من الرب. أما المقال الثاني فكتبه أليكس دي وول الأكاديمي البريطاني المتخصص في أثيوبيا. بحسب الدكتور أليكس فأبي رجل متدين من أتباع طائفة ما يسمى بالطائفة الخمسينية البروتستانتية أي بنتاكوستل، ويتحدث عادة وكأن له تفويض من الرب. ويصف أليكس ديول كتابات أبي أحمد بما فيها وطروحته للدكتوراه بكونها تشبه الكتيبات المدرسية المستخدمة في التأهيل الذاتي، ويقول عنه أيضا إن لديه ثقة عالية في أن القيادة النشطة الديناميكية الواثقة من نفسها تولد واقعها الخاص. نأتي الآن لموقف أسياس أفورقي. لماذا تحالف مع أبي أحمد وشاركت قواته في حرب التجراي؟ منذ وقت طويل لدي تفسير لهذا الموضوع، لأنني بصراحة أزعم
أن أساس المشكلة بين أفورقي وأثيوبيا في فترة حكم التجراي لم تكن بسبب الحدود، وإنما كانت بسبب نظام الحكم المتبع في أثيوبيا. بحسب تحليلي النزاع الحدودي لم يكن إلا مظهرا من مظاهر استفحال الصراع بين النظامين، لا سيما تعارض وجهات النظر حول سياق الحكم في البلدين. وبهذه المناسبة يعني انتهت هذه الفرصة دعوة المتابعين لقراءة تحليلاتي حول هذا الموضوع، وأعني هنا مقالتي المعنونة بالنزاع الإثيوبي الإريتري رؤية مقايرة. أضيف هنا تصريحات جديدة ذكرها السياس أفورقي في آخر مقابلة أجريت معه حول حرب التجراي. يقول الرئيس أفورقي في هذه المقابلة، وسأقوم بترجمة من النص الإنجليزي هنا: لا يمكن التهوين من شأن قضية الاستقطاب العرقي التي تمت مأسستها في أثيوبيا خلال 20 أو 30 سنة الماضية. منذ البداية كنا ندرك المخاطر الكاملة وراء هذا المشروع، ونتذكر أننا شاركنا في مؤتمر في أديس أبابا في عام 1992، ولاحظنا كيف أن الأمور في أثيوبيا كانت تسير على خلاف المقترحات التي كنا نقدمها بحسن نية. فكل مجموعة عرقية كانت تعرض أفكارها وأشواقها الخاصة تحت زرايع مختلفة لتبرير تبني سياسة مضللة تقوم على التفتيت العرقي. لا يكتفي بذلك، ويضيف الرئيس أفورقي بالقول: أتيحت لي فرصة قراءة مسودة دستور أثيوبيا لعام 1995 قبل أي شخص، وطلب مني التعليق عليه، وقد توصلت حينها إلى قناعة مفادها بأن الدستور الذي يقسم الناس على أسس عرقية تحت ذريعة حق تغيير المصير لن يخدم مصالح الشعب الأثيوبي. وكانت تلك خلاصة توصيتي لهم، ولكنهم رفضوها. ويمضي أفورقي ليقول: فيما بعد تم تبني الدستور الديمقراطي الفيدرالي، وكانت النتيجة النهائية لهذا المشروع هو تقطيع أوصال الشعب الأثيوبي على أسس عرقية. كان ينبغي تجنب هذا الأمر منذ البداية. وأخيرا يلخص أفورقي حديثه بهذه الفقرة المعبرة: المؤامرة ضد إريتريا انبثقت من هذا المشروع، أي المشروع الفيدرالي. لم يكن هناك سبب للنزاع الحدودي، كانت الفيدرالية مجرد فلسفة سيئة النية هدفت إلى تقسيم الناس من أجل حكمهم. حديث أفورقي الذي ذكرته آنفا لا يحتاج إلى تعليق مني، فهو واضح في نقده ونقمته تجاه النظام الفيدرالي في أثيوبيا. لكن السؤال هو: هل كان النظام الفيدرالي القائم في أثيوبيا سيئا لهذه الدرجة التي تستدعي تدخل أفورقي بمثل هذا النقد؟ وهل أعاقت الفيدرالية مشروع بناء الدولة الوطنية في البلدين؟ أو بمعنى آخر، إلى أي حد ساهم نظام الحكم المتبع في البلدين، أي في إريتريا وأثيوبيا، في تحقيق الاستقرار والازدهار في عملية بناء
أسس الدولة الوطنية. لتوسع في هذا الموضوع أدعو المتابعين لهذا الفيديو لقراءة مقالي الموسوم بمفائر بناء الدولة الوطنية في إريتريا وأثيوبيا، تجدون فيها مقارنة بين النظامين والبلدين بالأرقام والإحصاءات، فأرجو متابعتها. أخيرة، تتصل بدوافع أفورقي الشخصية للمشاركة في ضرب جبهة التجراي. من المعروف أن أفورقي كان قد دخل في أواخر السبعينات في تحالف مع جبهة التجراي، ساعده في ضرب جبهة تحرير إريتريا، الفسيل الإريتري الأقدم والأعرق في الكفاح المسلح، وإقصائه من الساحة الإريترية. فوق ذلك تربط عرقية التجرينية التي ينحدر منها أفورقي أواسر لغوية ودينية واجتماعية مع عرقية التجراي، فهم يتحدثون لغة واحدة ويدين قالبيتهم بالمذهب الأرثوذكسي. مع كل هذا، أرسل أفورقي جيشه لتدمير التجراي، وسبب في تقديري إلى جانب ما سبق ذكره سبب شخصي، فأفورقي لم ينسى الهزيمة التي ألحقته بها جبهة التجراي خلال الحرب الحدودية في أوائل الألفية. خير دليل على هذا ما ذكره رئيس جيبوتي عمر جيلة عندما سأله صحفي في صحيفة تدعى أفريكان ريبورتر حول إمكانية تطبيع العلاقة مع الرئيس أفورقي. أجاب الرئيس الجيبوتي بالقول التالي، وأنا أترجم لكم نص قول الرئيس الجيبوتي: التقيت مع إسياس في جدة في سبتمبر عام 2018، مع ذلك لم ينتج أي شيء عن هذا اللقاء ولا عن طريق فريق الوساطة السعودية أو وساطة أبي أحمد الموسومة بسلام الشجعان. هذا على الرغم من حقيقة أنني قمت بإطلاق سراح 19 أسير إريتري، وهو على ما يبدو ما لم تكن أسمارة تريده. ويضيف الرئيس الجيبوتي: التفسير الوحيد الذي أراه لهذه المماطلة هو تفسير نفسي. أسياس شخص عنيد وحانق، ولذلك لن نكرر معه المحاولة. لقد حذرني مرة رئيس الوزراء الأثيوبي السابق ملس زناوي قائلا: بمجرد أن تقدم من أفورقي أو تختلف معه لا ينسى الأمر أبدا. في الخاتمة دعوني ألخص ما حاولت قوله في هذا التسجيل. حاولنا في هذه الحلقة تلمس أسباب ودوافع الحرب في التجراي، ومن التحليل تبين لنا أن هناك ثلاث مجموعات رئيسية تحالفت ضد التجراي، وهي حكومة أبي أحمد وميليشيات الأمهرة وقوات السياس أفورقي. وخلصنا إلى أن ما يجمع بين هذه المجموعات هو موقفها السلبي ضد النظام الفيدرالي الذي دشنته جبهة التجراي خلال 30 سنة الماضية. بطبيعة الحال النظام الفيدرالي لم يكن خاليا من العيوب، لكنه كان أفضل بكثير من الأنظمة السياسية السابقة. من المعروف أن أثيوبيا دولة متنوعة العراق، تحتضن نحو 85 مجموعة عرقية تتميز بتنوعها اللغوي والثقافي. مع ذلك فقد حكمت لقرون مديدة عبر نظام حكم يقوم على مركزية مطلقة
سيطرت عليها نخب الأمهرة في أغلب المراحل التاريخية، وقد أفدت هذه السيطرة إلى حدوث مزالم تاريخية تجلت في تهميش حقوق الأعراق الأخرى مما كان يثير نقمتها ويجعلها تثور ضد الدولة المركزية في أثيوبيا. إلى أن وصلت تلك الاحتجاجات في فترة السبعينات إلى ثورة مسلحة تطالب إما برفع المزالم أو تدعو صراحة للانفصال. في محاولة لمعالجة هذه المسألة وعلى وجه الخصوص مزاولة السلطة وتقسيم الثروة، بدأت المجموعات الثائرة على سلطة الحكومة المركزية بطرح موضوع الحكم الفيدرالي اللامركزي في أثيوبيا لحل الإشكاليات التاريخية المتصلة بمسائل تقاسم السلطة والثروة من جهة، وباعتبار ذلك قالبا سياسيا توافقيا يتيح المشاركة لجميع العرب. إذن طرح مسألة الفيدرالية القائمة على القواعد العرقية لم تأتي بصورة اعتباطية، وإنما جاءت في إطار تسوية تاريخية هدفت إلى توسيع دائرة المشاركة السياسية لجميع العراق، خصوصا المشاركة في السلطة والثروة. وبالتالي لو أساءت جبهة التجراي استخدام النظام الفيدرالي، فكان ينبغي إصلاح النظام بما يحفظ حقوق القوميات والاستقرار في البلاد، لا أن يتم إلقائه بالمرة والعودة بالتالي إلى نظام الدولة المركزية كما فعلت حكومة أبي أحمد. في الختام تقبلوا تحياتي، إلى أن ألقاكم في حلقة جديدة نسلط بها الضوء على قضية جديدة من قضايا القرن الأفريقي.